الرحمن والرحيم. من أسماء الله الحسنى يقترنان في البسملة وفي مواضع كثيرة من القرآن. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم يبينان اتصاف الله بالرحمة، والرحمة في لسان العرب الرقة والتعطف، فما الفرق بينهما؟ الرحمن اسم من أسماء الله على وزن فعلان، وهو صيغة مبالغة تدل على سعة رحمة الله، والرحيم على وزن فعيل يدل على إيصال الرحمة إلى الخلق، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وفي لفظ الرحمن الرحيم دلالة على أن رحمة الله الواسعة تؤخذ من الرحمن، وأن هذه الرحمة تصل إلى الخلق من الرحيم. وقيل الرحمن رحمته عامة لكل الخلق، والرحيم رحمته خاصة بالمؤمنين. قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاص بالمؤمنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء